فيه بصراحة سهل ممتنع تهجد والله انت راجل دي ترى الشطر الله يهديك يا اخي ما الشطر الاخير يقول اجبر خاطر رفيقك لا بغى يتكلم لا تدعي عليه بالشفاء وتكسر خاطره ترى عزيز وانت رفيق انك تشفيه يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب انك ترفع عنه يا رب يا كريم سيف الناحيه يسوي حركات اجبر خاطر رفيقك لا تكسره لا تدعي عليه بالشفاء وهو في كامل سلامته يا الله انك تشفيه مرض المواصل لا ما ادري ايش اسمه يا الله يا رب يا كريم يا سامع الدعاء يا الله يا رب إلى الله أشكو من رفاقي قساوة إنني أحدثهم عن خافيات مشاعري وهم يدعون الله لي بالشفاء والسلام إلى الله أشكو من رفاقي قساوة ماذا بكم يا قوم أنا أحاول أن أدغدغ مشاعركم بهذه الأجواء الجميلة وأنتم تدعون الله لي بالسلامة عندك طشت أنت يبين تسويه نشوفه تقوينه عندك صبخة أسأل ليش بس بخراسة انت ما هي دي والله شكل كلمة عبد الله بن دفن صدق اللي هي حقت مصحة اي لا ترد يا ابو ملفي تكفني طالب لا ما اقدر ارد تدري اني استحي ارد بسم الله عليك بسم الله عليك انقطعك الحياة بسم الله عليك والله اللي يمنعني الرد تدري وشو الثقة انا اذا رديت كاني مستنقص ثقتي والله انك ذاك اليوم مستنقص نفسك عبد الله بن دفن ما رديت عليه اي صح يعني جاك وفد وخليه على جو جاك واحد قال والله انت مثلا الله الكرامه قال انت حمار اذا رديت عليه يعني فيك شكه لا لكن اذا كنت واثق اسمع